في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. كنا نقرأ آيات المرتبطة بقصة داود وبقصة سليمان وبقصة سائر الأنبياء المذكورين في هذه الآيات المباركات. داود خليفة الله في الأرض، كما أن الإنسان إذا سافر أو إذا ذهب أو إذا صارت له حاجة يجعل ممثلا لنفسه في متجره أو في وزارته أو في إمارته أو في داره أو ما أشبه، وهذا يسمى بخليفته أو بنائبه أو بممثله. كذلك داود عليه الصلاة والسلام يمثل الله في الأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى كما هو يتصرف في التكوين وفي التشريع، كذلك داود يتصرف في التكوين وفي التشريع نيابة عن الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فداود يمثل الله سبحانه وتعالى في الأرض، يعني يتصرف في التكوين وفي التشريع نيابة عن الله. طائفتان ينوبون عن الله في التمثيل. الطائفة الأولى الأنبياء. الأنبياء ممثلون لله في الكون. آدم، نوح، إبراهيم، رسول الإسلام، من قبله من الأنبياء، كل واحد منهم ممثل لله في الكون. الطائفة الثانية الأئمة. الأئمة والأوصياء أيضا ممثلون الله في الكون، لأن الأئمة أيضا خلفاء الله. وإذا ذهبتم إلى العراق إلى سامراء، في سامراء صحن الإمام الهادي، هناك في الصحن أكو سرداب. هذا السرداب يزار فيه الإمام المهدي. فإذا وردت السرداب أكو هناك زيارات وأدعية أن الإمام المهدي ليس في السرداب، شيء واضح، وأن الإمام لم يغب في السرداب، وإنما هذا مكان مقدس لأنه متعلق بثلاثة من الأئمة الطاهرين. وهناك زيارات وأدعية خاصة لهذا المكان، كما زيارات وأدعية خاصة للحرم في كل من الأماكن التي دفنت فيها الأئمة الطاهرون. إذا وردت هذا السرداب من زيارة السرداب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا خليفة الله، تخاطب الإمام المهدي، السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. طائفتان، علي خليفة الله، الحسن خليفة الله،
الصادق خليفة الله، الباقر خليفة الله، المهدي خليفة الله. طائفتان، الأنبياء هم خلفاء لله، والأئمة هم خلفاء لله. إذا تعدينا عن هذين، يعني الأنبياء والأئمة، يعني لم يكن نبي حي يدير الأمور، ولا إمام ظاهر يدير الأمور، لا هذا ولا هذا، من هم الذين يديرون الأمور؟ الذين يديرون الأمور الأشخاص الذين عينهم الله ورسوله تعيينا عاما، لأنه أسلوب الحكم. وأرجو الشباب أن يستمعوا إلى هذا الموضوع استماعا دقيقا، وكذلك أرجو من الأخوات في الحسينية أن يستمعن إلى هذه المواضيع استماعا دقيقا، لأنها أولا مسائل الساعة، وثانيا مرتبطة بليلتنا هذه، وهي ليلة استشهاد الإمام. وسنأتي في آخر البحث إلى مواضيع مرتبطة بالإسلام وبالإمام وبالحكم استماعا دقيقا. الحكم له ألوان. آخر صيغة وصلت إليه عقل البشر في الحكم هي الصيغة الديمقراطية. لعلم الشباب أقول ديمقراطية مشتقة من ديمقراطيس. ديمقراطيس رجل يوناني غربي، يسمى الرجل بالديمقراطيس. هذا الرجل عبقري عظيم، ونحن نقرأ كلماته في كتبنا الدرسية. في شرح التجريد للعلامة الحلي ولنصير الدين الطوسي وللقوشجي ولغيرهم التي نحن نقرأها، نقرأ آراء هذا الرجل اليوناني القديم والذي يسمى بالديمقراطيس. هذا في الحقيقة له آراء رائعة في الحكم وفي الكون. من آرائه الرائعة في الكون الذرة. أول من اكتشف الذرة هو هذا الرجل، إنه كما نقرأ نحن عنه وقرأنا نحن عنه في كتبنا الدرسية، يقول إن العالم ينتهي إلى أجزاء صغيرة صلبة غير قابلة للتقسيم، لا حسا ولا عقلا ولا وهما. وهذا هو الشيء الذي جاء الغرب بعد قرون من الزمان، بعد 3000 من السنوات، واكتشف الذرة. والذرة هو هذا الشيء، والذي في الاصطلاح الإسلامي يسمى الذرة بالجزء الذي لا يتجزأ، ويسمى في الاصطلاح الغربي أتوم. هذا الشيء الذي اكتشفه هذا العالم الكبير اليوناني الذي يسمى بالديمقراطيس، هذا اسمه. واكتشف في الحكم الديمقراطية المشهورة في العالم اليوم، وهذا اكتشاف رائع جدا، أنه اكتشف أن الناس ينتخبون رئيس الدولة ومجلس الأمة لأنفسهم بكيفية خاصة. وهذه الكلمة المشتهرة الآن في كل الدنيا ديمقراطية، أو باللغة الإيرانية ديمقراطيس، هذا كلمة باسم هذا العالم المكتشف. هذا اكتشفه هذا العالم أسلوبا للحكم. جاء الإسلام وقرر هذا الشيء مع فوارق.
في الإسلام أكو آيتان تسميان بآية الشورى، إحدى الآيتين خطابا لرسول الله وشاورهم في الأمر، والآية الثانية وأمرهم شورى بينهم. الشورى الإسلامية فرقها عن الديمقراطية الغربية اليونانية بثلاثة أشياء. الشيء الأول أن الإسلام يقول أن الإنسان إذا بلغ يحق له أن يصبح منتخبا بالكسر على صيغة اسم الفاعل. البلوغ ما هو؟ البلوغ عبارة عن أن الولد إذا خرج منه المني ليلا أو نهارا في يقظة أو نوم هذا الولد بلغ، يعني صارت عليه كل الأحكام الإسلامية، الصلاة والصوم والخمس والحج والزكاة والزواج وكل شيء. هذه الحالة تختلف في المناطق الحارة كالخليج وإفريقيا والمدينة ومكة عن البلاد الباردة مثل سيبيريا وما أشبه ولندن ونحوها. في البلاد الحارة الولد يبلغ بسرعة لأن النضج فيه بسرعة، مكة أو مصر الولد بلغ وعمره 12 سنة فقط، وأحياناً 13 سنة، وأحياناً 14 سنة، وأحياناً 15 سنة، وأحياناً نادراً 11 سنة، 11 سنة. هذا بلوغ. إذا لم يكن هذا البلوغ أكو علامة ثانية، وقلنا ذات ليلة لا حياء في الدين. العلامة الثانية أن السرة أربعة أصابع تحتها، هذا يسمى بالعانة. هنا إذا نبتت شعور خشنة، الشعر الخشن هذا علامة أن هذا الولد بلغ بلوغا شرعيا ولو لم يخرج منه مني. البلوغ الشرعي يعني وجبت عليه الصلاة والصوم وكل الأحكام. العلامة الثانية إذا ما صارت يأتي دور العلامة الثالثة، صار عمر الولد 15 سنة كاملة ودخل في 16 بلغ الولد. ثلاث علامات لبلوغ الأولاد، وعلامة واحدة لبلوغ البنات أنها تكمل 9 وتدخل 10. إذا البنت دخلت في 10 فهي والمرأة ذات 50 على حد سواء أمام الإسلام، الصلاة والصوم والبيع والنكاح والإجارة والرهن والحدود والديات كلها تنطبق عليها وعمرها 10 بإجماع الفقهاء. الإسلام يقول، نرجع إلى مبحثنا، أن الإنسان إذا بلغ فله حق أن ينتخب. القوانين العالمية الآن تقول لا، 18 سنة، 17 سنة، 19 سنة، 20 سنة، 21 سنة. لا، فرق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية أن الإسلام يؤهل الأولاد البالغين لأن يكونوا منتخبين بالكسر، منتخب بمجرد الوصول إلى البلوغ الشرعي، لأن الإسلام يقول هذا رجل كامل وانتهى كل شيء، حتى إذا عمره قليل وحتى إذا طوله قصير. هذا الفرق الأول بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية. الفرق الثاني في المنتخب بالفتح، يعني النائب. الإسلام أو رئيس الجمهورية أو مجلس الأعيان أو مجلس الشيوخ أو ما شئت فسمه.
الفرق الثاني، الإسلام يقول المنتخب يجب أن يكون عالما بالأحكام الإسلامية، أما أن تنتخب إنسانا لا يعرف الحكم الإسلامي لا يجوز شرعا، لأن هذا الإنسان يجلس في مجلس الأمة أو كرئيس جمهورية أو كنائب أو ما أشبه ويحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن عالما بما أنزل الله. فلذا الفرق الثاني، الإسلام يقول أن يكون المنتخب عالما يعني يعلم الأحكام الإسلامية أولا، وعادلا يعني لا يعصي الله ولا يظلم في كبيرة ولا صغيرة، لأنه إذا لم يكن عادلا يلف ويرتشي ويرشي ويبيع البلاد ويجعل القوانين التي تغر البلاد كما نراها في كثير من العالم. الفرق الثاني بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية في المنتخب بالفتح، يعني رئيس الجمهورية، يعني النائب، يعني العين، يعني الشيخ من شيوخ مجلس الشيوخ، يعني مجلس الشيوخ ومن مجلس الكونغرس على اصطلاحه. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث في القانون، لا تنسوا هذا الشيء يا شباب، القانون الإسلام لا يعطي الحق حتى للنبي وحتى لنبي الإسلام أن يزيد في أحكام الله أو ينقص مقدار الشعرة أبدا، القانون لله وحده. فالفرق أنه مجلس الأمة أو قيادة الثورة أو الكونغرس أو مجلس الشيوخ أو مجلس الأعيان أو رئيس الجمهورية أو الملك أو غيره لا يحق له إلا التنفيذ لا تشريع. قانون التشريع ماكو في الإسلام، يعني أن الذين يجتمعون في مجلس الأمة يشرعون قانونا في قبال قانون الله حرام باطل عاطل، وإنما لهم التنفيذ، السلم أو الحرب، الاقتصاد، نبيع، نشتري، نزرع، نعمر، نسافر، نجتمع، نرفع أسعار النفط، نخفض أسعار النفط، التنفيذ، تشريع ماكو في الإسلام، التشريع لله وحده. حتى الرسول ورسول الإسلام على عظمته لو أن بمقدار الشعر من حكم الله زاد أو نقص، الله تعالى يقول في القرآن الحكيم أن هذا شرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لا فرق بين الحكم الإسلامي الشورى وبين الحكم الديمقراطي الغربي، كلاهما انتخابات، لكن فرق في المنتخب وفرق في المنتخب وفرق في القانون. هذا شيء، لأن الكلام كان يا داود إنا جعلناك خليفة، بمناسبة الخليفة نذكر هذا الكلام. بعد ذلك يأتي دور الحريات. الحريات في الإسلام، الحريات لأنه الله سبحانه وتعالى بعدما يعين الخليفة يعين الحريات، وأكو آيتان في القرآن حول الحريات، آية تقول لا إكراه في الدين، وآية تقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحريات في الإسلام والحريات في العالم. الحقيقة عالم اليوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدكتاتوريات البحتة، وهي الدكتاتوريات الشرقية ومن في فلكهم،
نريد مقايسة إسلامية. اسمعوا يا شباب، هؤلاء هم يصرحون بالديكتاتورية بروليتاريا، وكلكم لعلكم سامعين، الشباب المثقفون أو المثقفون من غير الشباب أو من الشابات، العالم الشرقي كلها ديكتاتورية وهم يصرحون نحن ديكتاتوريون، يعني في بلادنا لا أكو أحرار ولا حريات، وهم يقولون. ونأتي إلى العالم الغربي، العالم الغربي يقول العالم الحر، وهذا كذب، وإنما عالم ربع حر، يعني قسم الحرية أربعة أقسام، ربع من هذه الأقسام الأربعة يستغل تحتها الحكومات الغربية كأمريكا وألمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا واليابان من البلاد الشرقية وما أشبه، هؤلاء لهم ربع حرية. ويبقى البلاد الأخرى ومن ضمنها البلاد الإسلامية القسم الثالث، وهذا مزيج عجيب واقع، مزيج من الحرية والديكتاتورية والأهواء ومختلف الصنوف، لأنه الله في القرآن الحكيم يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما المسلمون ابتعدوا عن الإسلام صار بعضهم ذيلا للغربيين وبعضهم ذيلا للشرقيين وبعضهم مزيجا من الأهواء والأفكار والاتجاهات والشرق والغرب، وصار أمرهم فرطا. هذه هي الحريات الآن معاصرة في عالمنا. نأتي إلى الإسلام، يعني الحكم الإسلامي يقول وكلمة الإسلام تقول الإسلام حر والإنسان حر بأعجب المعاني الحرية. أنا شخصيا مؤلف كتاب في الحريات الإسلامية، لكن مع الأسف هذا الكتاب غير مطبوع، يعني ما وفقت لطبع هذا الكتاب. كنت أراجع في إبان اللي كنت أكتب هذا الكتاب وأنا ذاك اليوم في كربلاء، أراجع الكتب الإسلامية حتى أرى الحريات الإسلامية ما هي، وإذا شفت أن الإسلام هي الحرية الحقيقية في جميع الميادين، أخذا من العقيدة وانتهاءا بأصغر الأمور وبأكبرها، ولا تصدق أنه يأتي حكم أو قانون أو دين أو مذهب أو حزب أو ما أشبه ويحلم بهذه الحريات. هذه الليلة وفاة الإمام أمير المؤمنين، والآن أنا أبين لكم نموذجا حيا من الحريات الإسلامية التي طبقها علي، حقيقة علي مفخرة، لكن مفخرة بيات أناس لا يعرفون قدرها. حقيقة إني بعض الليالي أستمع إلى الإذاعات المسيحية، لأنه في الشرق الأوسط أكو 5 إذاعات مسيحية، هذه تبلغ المسيحية باللغة العربية في الشرق الأوسط، إني أسمع أحيانا وأستمع إلى أقوالهم حول المسيح، ماكو نسبة أصلا، يعني حقيقة بين المسيح وبين علي ماكو نسبة. وأحيانا نستمع إلى مدايح موسى، وموسى وعيسى نبيان نحترمهما أكبر قدر من الاحترام، حتى أن الإسلام لا يجيز أي إهانة صغيرة إلى ساحة الإنسان المؤمن، فكيف بموسى وعيسى؟ لكن مع ذلك أين موسى وأين علي؟ وهذه مو مبالغة ولا مجازفة. الآن أبين لكم أمثلة.
إذا سمعتم هذه الأمثلة لموسى وعيسى تعالوا بينوني، أنا أسحب كل كلامي. علي مفخرة عالمية، وعلي طبق الإسلام يوم كان حاكما إسلاميا، لكن هذا الرجل العظيم الهائل بيد أناس لا يعرفون قدره. كلامنا في الحريات، الحريات الإسلامية التي طبقها علي، والتي نحن إذا دعونا العالم إلى حكم الإسلام نريد أن يكونوا نماذج لهذه الأمور. لأن بعض الناس يقولون ماذا تقصدون من حكم الإسلام، ويظنون أن حكم الإسلام، وأني كثير سمعته، يظنون أن الإسلام إذا جاء إلى الحكم قطع يد هذا، صلب هذا، وسجن هذا. بالعكس، الإسلام إذا جاء إلى الحكم أطلق حريات كل الناس بما لم يحلم بها حتى أمريكا وبريطانيا، وعمم الرفاه في الشعوب بما لم يحلم بها حتى أمريكا وبريطانيا، وجعل الناس سادة بما لم يحلم بها حتى كارتر وهيف. إذا جاء الإسلام للحكم إنه يطلق البشر ويجعل الكرامة للبشر. والآن إني في هذه الليلة أنقل لكم نماذج بسيطة من الحريات الإسلامية التي طبقها علي، وهو أكبر رئيس دولة في زمانه، يعني في زمان الإمام أمير المؤمنين، أكبر الدول العالمية دولة الإسلام، وعلى رأس هذه الدولة علي بن أبي طالب، وهو يطلق الحريات الإسلامية كنموذج إلى الأبد. الإمام أمير المؤمنين ذات مرة كان له عدو خارجي يقول إنه كافر. الرجل يقول إن عليا كافر، والرجل يعيش في البلد في الكوفة كأحد الناس الآخرين، والإمام يعطيه راتبه من بيت المال، ولا أقول جزافا، كله شواهد تاريخية أقول هذا الشيء. الرجل يقول علي كافر، وكافر ذلك اليوم أشنع التهم، وعلي يقول أعطوه من بيت المال راتبه. اسم الرجل ابن كوى. الآن أكو هذا الشيء في العالم؟ إنسان يقول إن رئيس الدولة كافر، ويقول رئيس الدولة أجر له راتبه لا بأس، وإنه يسبني شخصا، وإنه لا يرتبط بماله. هذا الرجل اسمه ابن كوى، راجع القصة في كل كتبنا الفقهية، هذه القصة موجودة في جواهر الكلام لصاحب الجواهر، في مصباح الفقيه للفقيه الهمداني، للحدائق لصاحب الحدائق، هذه القصة في كل هذه الكتب موجودة. هذا الرجل كان يأتي إلى المسجد الأعظم في الكوفة ويصلي وحده، ما يصلي مع جماعة المسلمين أبدا. وتعلمون أن جماعة المسلمين ذاك اليوم مسجد الكوفة الضخم وحده يصلي صلاة الصبح جهرا، علي يصلي جماعة، والرجل ابن كوى ولا له عشيرة ولا له قبيلة ولا له شخصية، يأتي يصلي وحده. علي يقول الله أكبر، المسجد يقتدي به والرجل وحده. قيل يا أمير المؤمنين امنعه، هذا شنو أمامك؟ الإمام قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يصلي، خلي يصلي. أكو هالحرية في الإسلام؟ أكو هالحرية معاصرة؟ الذين يتصورون أن الإسلام رجعي وتأخري وقد مضى وقته، والذين يدعون إلى الغرب والشرق وإلى الخرابيط والخرافات. الإمام قال اتركوه وشأنه،
إنه ما دام لا يؤذي المسلمين اتركوه وشأنه وأعطوه راتبه من بيت المال ما يخصني. مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات عشر مرات عشرين مرة ابن كواب اسمه وار. ذات مرة الإمام واقف يصلي في مسجد الكوفة وخلفه مو مثل خلفي، خلفي يصلون جماعة من الشيب الطيبين وجماعة من الشباب المثقفين وجماعة من الفتيات والنساء، أما خلف الإمام من يصلي؟ الضباط، القوات، الجنود، كلهم مدججون بالسلاح. المال بيد الإمام، القوة بيد الإمام، السيطرة بيد الإمام، كل شيء بيد الإمام. يصلي هناك وإذا الإمام أمير المؤمنين يقشرع في سورة الحمد وابن كوى بصوت عال في صلاة الجماعة يقرأ هذه الآية والناس ساكتون، وإنما هو وحده يقرأ هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعرف الإمام يعني أنت مشرك. صوروا هذه الحرية. الإمام سكت، يعني لما هو شرع بقراءة القرآن، لأن هذا آية قرآنية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني أنت مشرك يا علي بن أبي طالب وعملك باطل. والإمام إمام جماعة ووراءه القوات والضباط والشرطة والجيش والعلماء وكل شر. الإمام وقت اللي هو تكلم الإمام سكت خلص الآية. الإمام شرع في بعض الآية الذي هو يقرأه أيضا مرة ثانية. رفع صوته ابن كوى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الإمام أيضا سكت، استمع إلى القرآن. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام أنصت إلى القرآن. ابن كوى سكت. الإمام شرع في بقية ليقرأه من القرآن في صلاة الجماعة. ابن كوى مرة ثالثة قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الإمام سكت ثم تلا الإمام هذه الآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني علي بن أبي طالب يصبر ما يخالف، وهذا ابن كوى الذي لا يوقن هذا لا يستخفنك، وأنت تعطي الحريات الإسلامية لأجل أنه يسبك ولو في الصلاة. وبعد ذلك أيضا قال الناس للإمام أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين هذا سيء الأدب نؤدبه. الإمام قال اتركوه. لماذا الإمام قال اتركوه؟ أراد أن يري الحرية الإسلامية. رئيس أعظم دولة وإنسان لا وزن له يجابه هذه المجابهة، ثم يقال يقول اسكتوا عنه وأجروا له راتبا. صوروا هذا الشيء. قسم من الشباب أو قسم من الكتب يتصور أن الحرية جاء بها الغربيون. أبدا، الحريات الموجودة في الإسلام لم يحلم بها الغربيون، وذنبنا نحن المسلمين ما تمكننا أن نبين الإسلام للعالم، وأن لم نتمكن أن نبين عليا للعالم. هاي قصة. القصة الثانية، اسمعوا هذه القصص وكلها مدرجة في أغلب كتب علمائنا. الإمام ذات مرة يمر في الشارع وعاصمة ملكه 4 ملايين نفوسها. الإمام يمر في شارع، والإمام كما تعلمون دائما يمشي وحده مو مع جماعة، يمشي وحده. الإمام يمر في الشارع وإذا يرى فتاة جالسة على قارعة الطريق تبكي. وقف الإمام: ما لك يا أمة الله تبكين؟ أي منا هكذا يا شباب؟ أي منا هكذا؟ نحن أتباع الإمام. إذا رأينا طفلا أو امرأة
أو ما أشبه يبكي نقول له لماذا؟ الإسلام تكافل. قال له يا أمة الله، قال لها يا أمة الله لماذا تبكين؟ من تعرف الإمام؟ قالت يا عبد الله إن أهلي أعطوني مالا لأشتري به تمرا، فاشتريت التمر وذهبت إلى أهلي أقدم التمر لهم، فلم يقبلوا التمر وقالوا لي رد التمر على البقال وخذ المال. وجئت إلى البقال والبقال لا يستعد أن يقبل التمر ويرد علي المال. الإمام قال لا بأس، هل تعرفين البقال؟ قالت نعم. الإمام قال قومي معي إلى البقال، فقامت مع الإمام إلى البقال. البقال شاب مغرور، إني أحذر نفسي وكل أصدقائي من الغرور. الغرور أسوأ شيء، غرور، غرور الملك، غرور المال، غرور الشباب، غرور الفتاة الجميلة، لأن كثيرا من الفتيات الجميلات في ليلة العرس أو بعد العرس لأنها جميلة تمن على الرجل، أو الولد لأن له مال يمن على المرأة. الزوج والزوجة صديقان، مو عدوان، مو سلطة. غرور، شاب مغرور البقال. الإمام توجه إلى البقال، والبقال شاب لا يعرف الإمام، لأن الإمام بثوب عادي يمشي ووحده يمشي كسائر الناس. قال الإمام للبقال يا هذا إن هذه فتاة خادمة ولا تملك من أمرها شيئا، وأصحابها وأهل بيتها أنكروا عليها التمر، فخذ التمر ورد المال. قال ما أسوي؟ هنا بين قوسين الإمام ما أوجب على البقال لأنه مو واجب عليه، الإقالة مستحبة مو واجب. إذا اشتريت شيئا فلك ما دمت في المجلس الخيار، حكم إسلامي. يعني إذا اشتريت شيئا دارا عقارا دكانا شيئا مالا تمرا كذا ما دمنا في المجلس لنا حق أن نفسخ، هذا يسمى بخيار المجلس. إذا كان الشيء معيبا لنا حق أن نفسخ، هذا يسمى بخيار العيب. إذا غبننا صاحب الدكان أو غبننا صاحب الدكان لنا حق الفسخ، يسمى بخيار الغبن. إذا كان حيوانا لنا حق الفسخ إلى 3 أيام. ذهبنا إلى هنا الوقفة محل البعران والطليان وما أشبه، واشتريت فرضا خروفا ب30 دينار، وجئت بالخروف إلى داري، ثم ندمت بعد يوم يومين إلى 3 أيام لي حق أن أرجع الخروف، وهذا يسمى بخيار الحيوان. بإجماع الفقهاء والروايات هذه الخيارات موجودة، خيار الغبن، خيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط، خيار الحيوان، وإلى 14 خيار، يعني اختيار الفسخ. الإمام ليس له حق شرعي واجب أن يعطي التمر إلى البقال ويأخذ المال منه، ما له حق شرعي واجب، ولذا التمسه ورجاه. قال يا هذا إن هذه فتاة خادمة لا تملك من أمرها شيئا، خذ التمر ورجع المال. ما أسوي؟ شو يقول الإمام؟ جاهل مغرور، لا أكثر ولا أقل. الإمام مرة ثالثة قال لحد لسان طيب، وإذا هذا البقال نزل من دكانه أخذ التمر من يد الإمام في طاسة معون شيء نشره في الشارع، طش في الشارع، وأخذ في صدر الإمام دفعه إلى الخلف بقوة. أنت شنو؟ وقف. الإمام ما قالش، وقف. أمير المؤمنين هشوف الحريات الإسلامية اللي لا يوجد في أي بقعة من العالم، ومستحيل أن يوجد إلا إذا رجع الإسلام، لأن الإسلام إذا رجع هذه هو أسلوب الإسلام.
الإمام وقف. مر مالك الأشهر وإذا الإمام واقف، تحير المرأة، تحيرت ماذا تصنع، لأن التمر راح طش بالشارع التمر، والدينار راح، فلوس راح، والإمام واقف وما تعرف هي الإمام ولا البقال يعرف الإمام، والإمام وقف. مر مالك الأشهر، مر مالك الأشهر وزير الدفاع وقف، شاف الإمام واقف، مالك الأشهر وقف. الآن لنفرض وقف مالك الأشهر، فرد قائد ثاني أراد أن يمر من الشارع، شاف الإمام واقف ومالك وقف. قائد ثالث مر، شاف الإمام واقف وقف. فرد ذم من الناس الشيوخ والقوات والضباط الذين مروا في هذه الفترة في الشارع، رأوا الإمام واقفا وقفوا، تحيروا لماذا الإمام واقف؟ هذا البقال جاء يبيع ويشتري، فرد مرة رفع رأسه وإذا يرى كتلة من الضباط والقوات ومعارف الشهر واقفين هنا، لأنه هو يعرفهم لا يعرف الإمام، لأن الإمام جديد جاي إلى الكوفة ومقره المدينة، الشباب لا يعرفونه. وذاك اليوم ماكو تصوير حتى في كل بيت وفي كل مكان وفي كل تلفزيون يرون تصوير. سأل من فرد واحد من هذول الجالسين، قال هذول شبيهم اليوم الآن واقفين بالشارع؟ قال لأنهم واقفون لوقفة الإمام الخليفة. من الخليفة؟ قال هذا الخليفة، هذا الخليفة الذي الآن دفعه في صدره ونهره وصاح عليه، هذا الخليفة؟ قال هذا الخليفة. الفتى اصفر لونه وارتعد وارتعش وقفز من دكانه يقبل يد الإمام ورجله، يا أمير المؤمنين ما عرفتك، ارض عني. الإمام أمير المؤمنين قال له كلمة يستحق أن يكتب في القصر الأبيض في مقر كارتر وفي كل قصور الملوك والرؤساء والحكومات. الإمام قال له ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. أنا راضي عنك، ما يخالف دفعتني، مو مهم هذا، مو مهم أنك وضعت يدك في صدر الخليفة الحاكم الأعلى وأكبر حاكم في العالم، هذا مو مهم، المهم أن ترضي الناس. اسمعوا هذه القصة لنطبق هذه القصص. بس مو لازم أنت أمير المؤمنين، لا، أرضي الناس، أرضي زوجتك، أرضي ولدك، أرضي جارك، أرضي صديقك، أيتها الفتاة أرضي أمك، أرضي أباك، أرضي زوجك، أرضي أختك. الإمام قال له حقيقة كلمة ما أروعها. قال له ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. التاجر والبقال والعطار والعالم والخطيب والأمير والملك والنائب والرئيس، أرض الناس، أرض الناس. ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. ثم الإمام توجه إلى الإمام قال يا أمير المؤمنين أعذرني، هسه شو تأمرني؟ قال ما أمرك بشيء إلا إذا تريد أن ترد المال عليها وتأخذ تمرك. قال على العين. فأخذ المال منها ورد التمر إلى دكانه، رد المال إليها وأخذ التمر إلى دكانه. القصة الصغيرة والتي هي مكو نصف صفحة، ألا ترين الحريات الإسلامية؟ بقال شاب عادي، الإمام هكذا يكلمه، والإمام هكذا يرجوه، والإمام هكذا ينصحه. أبو هذا شيء بالعالم؟ فإذا قلنا في عالم الغرب ربع حرية وعالم الإسلامي مزيج وخليط عجيب من الدكتاتورية والحرية والأهواء وألف لون ولون، صدقوا هذا الشيء، إننا نحتاج إلى علي. علي لا يكرر، لكن منهجه يمكن إبقاؤه، يمكن إحياؤه، منهجه، منهج الإمام ممكن إحياؤه، هذا ممكن.
نأتي إلى قصة الإمام بعد شوية. الآن أقول لكم بين قوسين كلمة، هذا الشيء ممكن، لأن قسم من الناس يقولون لا يمكن يمكن يمكن. راجعوا كتب الغربيين، الغربيون، والآن كتبهم في بيتي. الغربيون يقولون إن منهج، يا شباب الجامعة، هرم الجامعة يا شباب الجامعات جالسات هنا كلكم تسمعون حرم الجامعة. من أوجد حرم الجامعة؟ من احترم العلم والجامعة؟ علماء الغرب يقولون الذي أوجد حرم الجامعة وجعل العلم حرا والمناقشة حرا هو علي بن أبي طالب وحفيده الصادق. كتبهم على العلم موجود في البيت، وإذا أحببتم أريكم الكتب. يقولون الذي أوجد الحرية للدرس والبحث هو الإمام الصادق وجده علي بن أبي طالب. اسم من الناس يقولون ما يصير، يصير. لماذا ما يصير؟ لأنه قبل علي وقبل الإمام الصادق وفي الغرب والشرق في ذلك اليوم دكتاتورية، ما لك حق تتكلم في العلم، في الأدب، في الثقافة، في أي شيء. أحمد أمين يذكر في كتابه التكامل في الإسلام، والراجع هذا الكتاب يقول إن الغربيين والشرقيين أحرقوا 300,000 عالم لنظرياتهم العلمية. 300,000 مقدار كلهم أحرقوهم بالنار لنظرياتهم العلمية. الذي أوجد حرم الجامعة واحترام الجامعة الغربيون يقولون، مو احنا نقولها، حتى يقولون هؤلاء أتباع علي ومريدية علي وأتباع الصادق ومريدية الصادق، هكذا يقولون. لا، الغربيون يقولون. ومن السنة يقول هذا الشيء ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة، أيضا هو يقوله، يقوله بعد، يقول بعد الإمام الصادق: إلى قرنين من الزمان كل علماء المسلمين كانوا ينتهجون منهج الصادق في حرية العلم. رجع الكتاب، شو هذا؟ سني وهذا غربي، حتى لا يقول إننا نقول هذا الكلام وإننا لأنهم مريد لهؤلاء نقول هذا الكلام. لا أبدا، الإسلام جاء بهذا الأمور، رسول الإسلام جاء، قرآن الإسلام جاء، علي جاء، خلفاء رسول الله جاءوا، الإمام الصادق جاء، لكن نحن تركنا كل شيء، وكان تركنا لهذه الأمور تحطيم لنا، حطمنا. كلكم تعلمون كيف المسلمون اليوم محطمون. نرجع إلى قصة ثالثة لحريات الإسلام التي جسدها الإمام، مو المادة العاشرة في القانون الكذائي، الخرافات اللي في العالم، قانون حقوق الإنسان، وهم أحرق لحقوق الإنسان من كل إنسان. قانون حقوق الإنسان أو قانون المجلس الكذائي أو قانون قيادة الثورة أو فلان إنسان وضع القانون، هذين مهازل يجب أن تلقى في البحر، وكلنا نعلم أنها مهازل. قانون تطبيق وإلا كتاب شنو قيمته؟ إسرائيل 30 سنة مغتصبة وقاتلة وساجنة بسمع العالم وبصر العالم، وكلهم يؤيدوه هؤلاء الذين قانون الإنسان وضعوه. هذا قانون الإنسان؟ هؤلاء يحترمون الإنسان؟ الإسلام يحترم، الدين يحترم، القرآن يحترم، الله يحترم، مو هؤلاء. لنرجع إلى إسلامنا. في الحقيقة إذا رجعنا إلى الإسلام فيه خير الدنيا وسيادة الدنيا قبل الآخرة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذات مرة رجع من حرب، قصة ثالثة حول الإمام.
رجع من حرب وهو يمشي في شوارع الكوفة، رأى امرأة حاملة قربة ماء كبيرة، كأن القربة أكثر من طاقتها. رأى الإمام، الإمام توجه إليه: يا أمة الله، إلى أين تذهبين بهذه القربة؟ قالت: يا عبد الله، إن زوجي قد قتل مع علي في حرب، وإني أحمل الماء إلى أولادي. الإمام قال: هل لك أن تشركيني في الثواب فأنا أحمل قربتك معك؟ صوروا هذه الكلمة. شايفين في العالم رئيس حكومة هكذا؟ شايفين أو سامعين؟ إلا إذا رجع الإسلام نسمع مرة ثانية، لا شك، لأن هذا منهج الإسلام. الإمام أمير المؤمنين نفذ الإسلام، طبق الإسلام، قال: لا بأس، لأن القربة كبيرة. الإمام أخذ القربة، أمير المؤمنين حمل القربة على كتفه وأخذ يجيء معها حتى وصلوا إلى البيت. فتحت الباب وإذا في البيت أولاد صغار ثلاث يبكون. الإمام جاء بالقربة ووضع القربة في داخل البيت، وسابقا ما كانت لا تناكر ولا حنفية ولا إسادة، فيأتون بالماء من البرك أو من المحلات المعدة للماء أو من الأنهر. الإمام وضع القربة ثم توجه إلى المرأة وقال: هل لك شغل آخر أشتغل معك؟ المرأة قالت: يا عبد الله، تعرف الإمام؟ قالت: يا عبد الله، إني أريد أن أطبخ الخبز، فأنت إذا تتمكن دار الأطفال حتى أطبخ الخبز. الإمام قال: لا بأس. فأخذ الإمام أمير المؤمنين والمرأة لا تعرفه، صبت المرأة الماء على الطحين وجعلته عجينة وسجرت التنور، أو أن الإمام سجر التنور، لأن اختلاف في الروايات أقول، وإني أقرأ إحدى الروايات، أو الإمام سجر التنور ثم أخذت المرأة تطبخ الخبز في التنور. الإمام جعل هؤلاء الأولاد يبكون، الإمام جعل أحد الأولاد أصغرهم على متنه وجعل يديه هكذا، فأخذ ولد من الولدين الصغيرين يد الإمام، تعلق بهذا اليد الإمام، والولد الثاني تعلق بهذا اليد، والولد الأصغر على متن الإمام، وأخذ الإمام يهرول في أطراف البيت، وهؤلاء من هذا المنظر يضحكون، ولد على متن الإمام، وولد على هذا الإيد معلق، وعلى ولد على هذا الإيد معلق، والإمام أخذ يهرول، هذا منظر يضحك، فأخذ الأولاد يضحكون، حتى هي عجنت وطبخت، لعله ساعة، لعله نصف ساعة، لعله ساعة ونص، لا أعلم كم، أنتم قدروا ما شئتم. لما انتهى الإمام من هذا العمل وانتهت هي من الطبخ، الإمام قال لها: أستأذن منك، مهمة خلصة. قالت: جزاك الله خيرا يا رجل، وانتقم الله من علي الذي لا يفكر فينا، إن زوجي مقتول وهو لا يفكر فينا. الإمام، اسمعوا يا شباب، الإمام أجاب على نصف كلامها، وإني أجيب على نصف كلامها الثاني، ثم نأتي إلى بقية القصة. الإمام قال لها: يا أمة الله، إن زوجك ذهب إلى الجهاد في سبيل الله، وأنت تعلمين أن الجهاد فرض واجب، فاستشهد في سبيل الله والتحق بالرفيق الأعلى. قالت: نعم، إن زوجي استشهد في سبيل الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن انتقم الله من علي حيث لا يفكر فينا. الإمام ما قال لها شيء وخرج من الباب. إني أجيب عن المرأة: يا أمة الله،
الله ينتقم من أي علي، علي الذي في السوق وفي الشارع وفي المسجد وعلى دكان التمارين يجلس، لماذا أنت ما رحت يمه؟ أي حكي؟ إذا كان الإمام في قصر عاجل والناس لا يصلون إليه لك الحق، أما إمام عادي من الصبح للظهر يجلس في المسجد ويقضي حاجة أي إنسان، لماذا أنت لم تذهبين إليه؟ المؤرخون ذكروا أن الإمام كان يصلي صلاة الصبح أول الأذان، ثم المأمومون يخرجون والإمام جالس في مسجد الكوفة وحده يقرأ التعقيب والقرآن إلى أول الشمس، ظهر كذلك، مغرب كذلك، بعد صلاة الإمام يجلس لقضاء حاجات الناس، وما يسمع معه لا شرطي لا أي شيء يخوف. ثم الإمام بنفسه يمر في الشوارع والأزقة وحده لقضاء حاجات الناس، ثم الإمام يأتي ويجلس على دكان ميثم التمار، وأحيانا يبيع له التمر. يا أمة الله، إني أخاطبها، يا أمة الله، علي وهو الخليفة هكذا، اذهبي إليه واسألي حاجتك. لماذا؟ يعني لازم الله يجون إلى بيتك؟ الإمام ما أجب عن هذا الشيء، راح. بعد ربع ساعة أو نصف ساعة أو ما أشبه، وإذا يطرق باب المرقة، فتحت الباب، واحد قال إني جئتك من قبل علي الخليفة، هذا مال مشاهرة لك ولأولادك. ويتبين من القصة أن بين استشهاد زوجها وبين هذه القصة ماكو إلا يوم يومين هالشكل فقط، يعني مو أنه باقي مدة مديدة، ولعل الإمام رآها في الطريق لأجل هذا الشأن. كان أعطى الإمام، أعطى خازن الإمام للمرأة كمية من المال، ومع الأسف المؤرخون لم يذكروا إيش كثر. قال إن عليا الخليفة بعث إليك بهذا المال وهي مشاهرة لك، كل شهر يأتي إلى دارك وتروح تأخذ. المرأة اندهشت وقالت من أخبر عليا بأني فقيرة؟ الرجل قال إن عليا هو الذي ساعدك في مجيء القربة وفي إسكات أطفالك. إن عليا هو، لما سمعت المرأة بذلك أخذت تبكي وقالت واخجلتاه، هذا أمير المؤمنين حقيقة حقه، لأن الناس ما شايفين هالأشياء، ناس شايفين دكتاتوريات. علي مفخرة عالمية، وعلي طبق الإسلام يوم كان حاكما إسلاميا، لكن هذا الرجل العظيم الهائل بيد أناس لا يعرفون قدره. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.